السلام عليكم. مرحبا، كيف؟ تفضل تفضل. كنت عايز اسال حضرتك على حكم الاشتراك في المنظومه الصحيه بتاع نقابه المهندسين. والله ان استطعت ان تبتعد فهو افضل، ان كنت مجبرا او لا تدفع شيئا خلاص هم اسمهم على انفسهم. انا كنت سالت، يعني قالوا ان هي تكافليه وغير حديثه الربح وكده، لكن اين يستثمرون الاموال؟ ما اعرفش والله. بارك الله فيكم. ربنا يكرمك. سلام عليكم.